الهجانة هي إحدى دورجات حرس الحدود التي استخدمت في مراقبة الحدود البحرية والبرية بعد تأسيس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لمصلحة خفر السواحل للمراقبة البحرية والبرية بالمنطقة الشرقية عام 1331 للهجرة. فالبر في هجانة يروحون بالركاب يقطعون مسافة زي ثول زي القضيمة زي لجدة حتى كان البريد يودونه فوق الجمال. وفي جدة تأسست مصلحة خفر السواحل وكان عملها مقتصرا على مراقبة سواحل البحر الأحمر. جبل سهران اليمني في المناطق البرية تقوم الوحدات البرية في حرس الحدود بمهام مختلفة مثل التصدي للتسلل ومكافحة التهريب والإنذار المبكر للتحركات المشبوهة وإرشاد التائهين وحفظ الأمن في المنشآت الحدودية. التهريب بأنواعه هو الهدف الأهم الذي يسعى حرس الحدود للقضاء عليه. في لحظات الترقب والاستعداد مع دوريات حرس الحدود تم القبض على هذه المجموعة ومعها كمية من الحشيش. والاستراتيجية مشروع إنشاء طريق حدودي على كافة مناطق المملكة البرية تمكنت فرق المعدات بحرس الحدود وبكوادرها الخاصة من إنهاء أكثر من 80% من الطريق البالغ طوله حوالي 4000 كيلومتر تقريبا. لقد كان العمل شاقا نظرا لوعورة المناطق المستهدفة. في البحر لا تقف مهمة حرس الحدود عند المحافظة على السلامة العامة والإنقاذ لمرتادي الشواطئ، بل تبدأ مهامهم الأخرى من البحر. لاحظ هدف على شاشة الرادار متوجه من الجنوب إلى الشمال على الأحداث 16/27/25 42-43-6 وجهنا الدولية المستلمة بالميدان. علم البلاغ. علم يا الهدف أمامك تقريبا عند 2 ميل. من 52-52.8. بلغنا من قبل الدولية تم القبض على الهدف والآن جاري التفتيش. في البحر أيضا تخوض وحدات حرس الحدود البحرية الخاصة من خلال تجهيزاتها التقنية الحديثة تحديات القرصنة البحرية، وهي قوة مدربة جاهزة للقيام بمهام خاصة لتوفير الدعم والتدخل السريع لمساندة الوحدات البحرية عندما يستدعي الموقف ذلك. تصلوا على وحدة حرس الحدود والقوات الخاصة
وردنا بلاغ من جدة MRCC بتعرض الناقلة الودادية للقرصنة، الاستعداد والجاهزية لتنفيذ المهمة. استلمت؟ استلمت استلمت. تحرك تحرك. عسرة عسرة عسرة. ولصعوبة تضاريس صحراء الربع الخالي وما تمثله من تحديات لأعمال حرس الحدود، أنشأ حرس الحدود 5 مطارات في الربع الخالي، وتحديداً في البطحاء وشبيطة وعردة وذعبلوت وأم الملح، وذلك لتسهيل أعمال النقل للدعم اللوجستي والإخلاء لمراكز حرس الحدود. Now you can be كما تم ابتعاث مجموعة من المتدربين على الطيران إلى الولايات المتحدة كمرحلة أولية. قامت إدارة شؤون الطيران بابتعاثنا كدفعة أولى للحصول على رخصة الكوميرشال في الطيران المجنح، وبحمد الله حصلنا على الرخصة الأولى البرايفت، وفي غضون 2 سننتهي من الانسترومنت، وبعد ذلك سنحصل على الكوميرشال بإذن الله. عملت وزارة الداخلية على تحديث المنظومة الأمنية في حرس الحدود في جانبي التقنية والبنية التحتية، ففي حدود المملكة الشمالية بدأ حرس الحدود تطوير منظومته الأمنية كمرحلة أولى، وستشمل كافة المناطق من خلال بناء السواتر الترابية والسياجات الشائكة والشبكية بأنواعها، إضافة إلى إنشاء منظومة إلكترونية للمراقبة والسيطرة. منسوبو حرس الحدود يعملون بتفانٍ، لذلك فقد استحقوا التقدير من القيادة العليا بالدولة من خلال تقديم الدعم الكامل لهم نظير جهودهم. ففي مجال الرعاية الصحية تم افتتاح مركز محمد بن نايف الطبي، والذي يشمل كل التخصصات الطبية. كما يحظى منسوبو حرس الحدود بمنشآت إسكانية راقية تكفل لهم سبل الراحة والحياة الكريمة، ولأن التدريب هو أساس الرقي بالعنصر البشري، فقد كفل حرس الحدود لمنسوبيه برامج تدريبية متخصصة في كافة الميادين التي يحتاج لها العمل عبر معهدين ومراكز تدريب خاصة. حرس الحدود من أجل حدود آمنة.